بص، هو فكرة داعش والإرهاب الجديد ده فكرة اللي هي زي قوات الجوريلاز والميليشيات والحاجات دي. القوات دي بتحاول تعمل شكل نظامي في مكان ما وتعلن سيطرة وتبدأ تتعامل إنها دولة داخل الدولة. فمواجهة هذا الشكل على المستوى الأمني بجيش، أنا أرى إن زي ما كان بره بيحصل في أمور زي كده، في إرهابيين هنا ومتسلحين بكذا. يا جماعة أهل الخير بلغوا عنهم، مفيش تبليغ هتخش أنت تجتاح. مفيش بقى حكاية أصل يمكن واحد مظلومة يجي في الرجلين، أنت في مسألة أمن قومي المظلوم يبعد عن هذه المنطقة، سيبونا نخلص. ده التجربة لازم ناخدها، إنما تجربة يلا نتفاوض، طب يا جماعة طلعوا، طب إحنا مسكنا 5 متر، طب ال 5 متر و10، لا خش خلص. أنت دولة تحافظ على نفسها، قانون يحميك الدولي والمجتمع. سيبك بقى من هالة العفرة اللي بيعملوها بعض الناس حوالين أي حاجة تحصل من الدولة، أنت خلص كدولة. فالحاجة هتحصل كده في أمريكا ولا في إنجلترا ولا بتاع، شوف رد الفعل بيبقى عامل إزاي. مفيش بقى دي مسألة سيادة، خش ابطش بهؤلاء الناس. حاجة تانية، القانون تشوف الإرهابيين، أنا مفيش حد اتعدم، أخدوا أحكام. يا جماعة فين الناس اللي بتعدم؟ ده راجل حادف واحد لايف من على البتاع ده لسه ما اعدمش لحد دلوقتي. إيه القانون؟ العدالة البطيئة نوع من الظلم، لازم فاهمين المبادئ دي. يعني النهارده سياده الرئيس طلع قانون ان 6 اشهر القاضي التحقيق، مفيش حاجه اسمها تحقيق 5 سنين مع واحد، 6 اشهر اخر التحقيق. طلع قانون في الاجراءات الجنائيه، انا مبسوط بيه جدا، وانا جاي لك لسه قاري 6 اشهر تحقيق، ما هتقعد تحقق لي 100 سنه انت بقى العدد ده. وتاخد تبدا تحكم بعد كده. انما ساعات بتبقى الوضع السياسي البائس اللي احنا فيه، اللي هو بياخدوا مجموعه من الناس اللي ما اعرفش انصاف المواهب وانصاف، يعني ما هو غصب عنه مشته صعبه، مش قادر يقرا الوضع، يقول لك اصل مش عارف تهجير ولا يا عم ماشي. يوم ما ياخدوش حقهم مش عاوز تكلمني على تهجير، كلمني ان احنا على التعويضات. ما تبداش تدخل المجتمع في مود ان انت تهجير غلط، دخله ان لو ما خدوش تعويضات انا هقف معاك بقى ونقعد نعمل وقفه لو ما خدوش تعويضات، انما ما تقولش ما هجرهمش وتهجير القسري وكلام زي كده. لا، في حاجات كتير لازم الدوله تبقى سريعه وقويه ونافذه في بعض الامور، ما استناش بقى زي ما بيقولوا الرغي، ما اقعدش استنى الرغي هيجيب ايه، لا انا عاوز اجيب مصلحه عامه. خش يا عم نظف الكلام ده كله، القريه دي فيها 20 ارهابي، كل الناس الشرفاء يطلعوا بره، اما عندك حاجتين ياخدوهم رهائن يطلعوا بنفسهم، ما طلعوش ولا اسلوب ابن عمي معلش خلاص، يعني كل العالم كده خلاص انت بقى معاك صح ولا لا. الشرطه لابد تزود تقنيه البحث الجنائي والكلام ده، نفسي يوصلوا زي ما بنشوف بره في المسلسلات والحاجات دي، التقنيات اللي هو بتتعمل دلوقتي عشان